بنرحب بكم مرة تانية. هنروح دلوقتي لمنطقة الكتكات. انضم اسم الأديب الراحل إبراهيم أصلان إلى مشروع عاش هنا. المشروع ده بيهدف إلى تخليد ذكرى مبدعي مصر ورموزها الأدبية والفنية والفكرية ممن أسهموا في استكمال مسيرتها الحضارية عبر التاريخ. الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وضع أول أمس الخميس لافتة نحاسية على حائط المنزل اللي كان بيسكن فيه الأديب الراحل منطقة الكتكات بمبابة، وكتب عليها بلغتين عفوا كتب على اليافطة دي باللغتين العربية والإنجليزية: عاش هنا الأديب إبراهيم أصلان 22 شارع فضل الله عثمان، الكتكات، إمبابة. أسرة إبراهيم أصلان عاشت فترة طويلة في هذا المنزل، مما ساعد الأديب الراحل على رسم ملامح حياة هذا الحي الشعبي في روايته مالك الحزين، واللي تم تحويلها إلى فيلم الكتكات لبطله الراحل أيضا محمود عبد العزيز. ويقصد من هذا المشروع اللي هو عاش هنا التعريف برموز مصر الراحلين من خلال إثارة فضول المارة اللي بيشاهدوا اللافتة فيتساءلون حول الشخصية اللي عاشت هنا، وبيتلقوا الإجابة من خلال استخدام تطبيق الكيو آر الموجود على كل لافتة ومسجل عليه جميع المعلومات الخاصة بالشخصية. جدير بالذكر من الممكن استخدام الخريطة المتعلقة بعاش هنا في البحث عن أي مبدع ومعرفة البيت اللي عاش فيه مع جميع المعلومات المتاحة عن الشخصية.